ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني وحشتوني. عاملين ايه؟ ورجعت لكم يعني على التوالي بالكرتونه الثالثه. لا ما تقلقوش ما تقلقوش، يعني ما تعدوش. عاملين ايه؟ وحشتوني قد الكرتونه دي، بحبكم قد الكرتونه دي. لا لا بحبكم اكتر بكتير. ودي الكرتونه الثالثه، ربنا يخليكم ليا يا رب. هنصلي كده على النبي بقى ونشكر حبيبتي 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 ام احمد، ربنا يخليكي ليا ويديها الصحه ويدي لابو احمد الصحه، لانه كان تعبان جدا جدا جدا، ربنا يشفيه ويعافيه يا رب. وانا بحبك قد الدنيا دي كلها. وانا مستعجله بصراحه، مش هقول لكم في اخر الفيديو، لكن انا دلوقتي مستعجله. فايه، احنا هنقفل الفيديو ونرجع مع بعض فين واحنا بنفتح ايه الكرتونه، لان انا موضوعها طويل. نفتح الكرتونه ونرجع. اتك على السهم ده ايه اللي تحته. يلا خلاص خلصنا فتحها بقى، تعالوا ايه نشوف فيها ايه. نسمي كده بالله ونصلي على النبي. وانا بحبكم، عارفه انتوا بتفرحوا لما انا ببقى فرحانه، انا عارفه انتوا بتفرحوا بفرحي، الاشخاص التانيين اللي ما بيفرحوش بفرحي انا بهزر. بسم الله الرحمن الرحيم. اجي اساعدك؟ تعالى، ان انا مش موجوده، الفيديو ناقصه كتير، ان انا مش موجوده. بسم الله. مين اللي هيعمل لي عنصر المفاجأة؟ أني بص، أنا مش هفتح الناحية دي، هفتح ناحية ناحية. بسم الله ما شاء الله. الله حلو قوي ده، بصوا شايفين دول، أنتوا عارفينهم صح؟ ده معدن مش بلاستيك. معدن مش بلاستيك كمان، ده على فكرة من ماركته حلوة قوي، من إيكيا. بصوا بحبهم قوي، كان نفسي فيهم. أمسك. حلوين قوي، حلوين على فكرة قوي. هي بتعمل لي ديكورات، هي بتظبط لي الديكورات. موزع كهرباء. يعني موزع كهرباء يعني؟ ما هي قالت لي ما عرفتش تقولي يعني ايه، فانا مش هقول يعني ايه. موزع. طب اقفل واطلع اسالها وارجع تاني. طب نوقف الفيديو، نوقف الفيديو ثانيه، نوقف الفيديو ثانيه بس عشان البرستيج، نوقف الفيديو من اللي تحت. بصوا ده موزع كهربائي اللي هو بتحط فيه حاجه الكهرباء. ماشي، شايفينه؟ شايفينه قيم ازاي؟ ملوش علاقه خالص من اللي عندنا خالص. بشويش، سيب الحاجه بشويش. بتمسكها ليه؟ هي حاجتك، هي حاجتك. بسم الله ما شاء الله. معلش معلش معلش، هي ايه، هي عايزه تتظبط بس. ودي التالته بتاعتها الكرتونه، عشان بيبقوا ضاغطين عليها. بصوا علي بقى يبقى يعملها لنا بايده زي الفل، مفيش فيها اي حاجه. حلوه، جميله قوي 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 قوي. انا النهارده شغال بدل نان. انا جبتي اول. والله العظيم يعني انا مش عارفه اقول لك ايه الصراحه، يعني هي مغرقاني شوكولاته. ظبطتها يا نشا؟ ظبطتها الحمد لله. بصوا بقى بصوا بقى، الكيسه هبقى لما بعتي. بصوا شوفوا شوفوا، هي عارفه ان انا بموت فيها بموت فيها. الحمد لله ان انا مش هنا النهارده والعيال مش هنا، دي هنخبيها عشان ناكلها سوا انا ونشوى. يا ريتني ما جبت علي النهارده معايا في قلب الفيديو، دي خساره. بعد كده انا هبقى افتح الكرتونه لوحدي. يا جماعه اللي بيقعدوا يقولوا ان انت بيطمعوا عايزه الحاجه كلها لوحدك، ده هزار. لا يا جماعه ده هزار والله. انا بهزر، مش معقول هاكل حاجه من غير ولادي، بس هاكلها برضه، بس هاكلها برضه. انا طماعه. حلوه قوي. ما ينفعش افتح واحده دلوقتي اكلها بعد الفيديو، بعد الفيديو، بعد الفيديو. بسم الله بسم الله. شايفين الحلاوه؟ شايفين الجمال؟ ثواني المقص. هو علي يعني علي اللي شغال معايا. انا تخصص مقص. تخصص مقص. انا احب انا احب قوي قوي، وقماشته جميله جدا. شايفين؟ لا قماشته حلوه قوي 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 قوي. حبيبتي حبيبتي ربنا يخليك ليا يا رب. شايفين الشياكه اصلا بتاعته؟ شايفين شيك ازاي؟ والله شيك قوي. ده ما هو ما هوش الهلال والنجمه، ولا الهلال والنجمه ده بس؟ ده يتعامل معامله الهلال والنجمه. يتعامل طقم معامله طقم صين، فاكره؟ اه والله يتعامل طقم صين. الله الله، عشان لما نيجي نعمل الكيك ابقى احط لكم الكيك هنا، او التورته، او ال بصوا اللي اعمله احطه لكم هنا. ده قالب كيك بقى قالب. هي كان بتاعت التوست بقى والكيك والحاجات دي، حلوه قوي قوي. دكتني. واو واو،
يعني بصي القهوة العربي بقى، قهوة عربي بقى والنبي فنجان قهوة عربي بالمرة يا علي، عمال ما انا اطلع. احنا كنا بنشتريه من السعودية بس طلع غالي قمنا سايبين راجل وماشيين، فاكره؟ اه بصوا متميلها ميلها سبازة ميلها، بس هو في واحد معمول بس مش مشكلة. بصوا شايفين حلاوته وشياكته كده وجماله ورقته، شايفين الرقة؟ شايفين الرقه والنعم؟ في قماش هيعملها شرب يعني شرب، بس اشرب اشرب اهي والله. مين يشرب معايا قهوه؟ انا عشان الفيديو هيطول والناس بتزهق. واشربه اشرب ايه؟ دي بطانه، بطانه حلوه قوي 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 قوي. علبته فين؟ حط المشمع تحت يا نصح. امسك عشان قلبي قلبي، سيب الحاجات دي بس ليه طلعت شوكولاته تاني. لا بس دي ويفر بالشوكولاته، بس كنت الويفر المحشي بكريمه وكيكاو. بص مش هيصاني شوكولاتات، انتي مش هيصاني شوكولاتات، انتي خايفة عليا من ان انا انحف. ما تخافيش انا مش هنحف حبيبتي. ده سيبه معلش معلش معلش. لا لا واحدة تانية. لا لا كمان ده انت مظبطها يا ام احمد. عايز ايه؟ عايز ايه؟ تعالي نفتح بقى. مش هنفتح، حبها قوي قوي قوي. ربنا يخليك ليه يا بتهزر يا جماعه؟ كل حاجه والله بتسيبها قدام العيال وقدامنا يعني. ماشي مش هسيب لك برضه لو بتسب. هي حاكم نيتنا بس انا بثبتها. انا بنقي، انا بنقي اقسم اللي بلمحها بلاقيها. قلبي ده كيتو كيتو، انا بحبها قوي. طب ما ينفعش نوقف الفيديو واكل واحده ولا ايه؟ ده كيت كات. اه كيت كات معلش. ده الواحده من دي غاليه يا نشوى قوي. طلع لك واحده فيديو. ما انا ولا فتحت واحدة كلها على ياكل معايا. انا باكل شوكولاتة؟ اه الحمد لله صح، ما بياكلش. انا ما بحبش الشوكولاتة. بصوا افتحها، افتح واحدة دلوقتي ولا ايه؟ لا افتح واحدة. انت ما اجيب لك واحدة؟ لا انا مش عايزة افتح واحدة. انا ما باكلهاش. لا مش هتاكلها. ايه الحاجات الحلوة دي؟ امسك دي. امسك دي يا لهوي. بصوا انا هطلع ايه؟ مش عارف. واو حلوة قوي قوي قوي. الطقم ده هيبقى جامد في التصوير، هيبقى جامد جامد في التصوير. ده بتاع توابل؟ لا مش توابل. شايفينه؟ هيبقى فعلا جامد قوي في التصوير والله. تقطعوش ما تقطعوش سيبه. اوريه لهم. يا ست ما باينة. ماشي اه. شايفينه حلو ازاي؟ جامد. حلو قوي. امسك. قلبي انا انت عارفة ان انا بردانة يا حبيبة قلبي. عارفة ان انا نفسي فيها. اه يا خبر اسود الحمد لله ان علي معانا النهارده. يا الله ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوة دي؟ بصوا شايفين الدفاية دي؟ ده احنا هنعمل روتينات جامدة، روتينات بالدفاية. شايفين؟ دي دفاية بس دفاية حلوة قوي صح؟ كبيرة كبيرة. حلو قوي عشان الجو برد والله العظيم. جدع والله يا محمد ربنا يصلح حالك يا رب. بصوا بقى مش عارف عارف فيك مقص، تخصص مقص علب ومقص جناح، علب ومقص جناح. طب وقف الفيديو افتحه تاني. اقول لك دفاع ايه؟ لا وقف الفيديو افتحه تاني. اقول لك دفاع ايه؟ واو واو لا معقولة كل ده؟ يا لهوي كل ده باكل ده؟ لا بصوا قد ايه النوتيلا والبتاع اللي بتفرقع. استنى انا هوريكم واحدة بس مش هوريكم الكل يعني. براوي. انا هاخد دي في حضني النهارده في الليل ولا ايه؟ انا مش عارفه هاخد ايه واسيب ايه بصراحه. انا مش عارفه هاخد ايه واسيب ايه بصراحه. الـ الـ يعني الكرتونه دي مزاج عالي والله العظيم. الكرتونه دي بص حسب 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 حسب. شوفوا شوفوا قد ايه، 1 2 3 4 5 قد ايه؟ شايفين شايفين؟ معلش معلش. هو هي دي ممكن تكون مش مقفوله من جوه
يعني ايه انا عايز اتاكد انا عايز اتاكد هي مقفوله ولا مفتوحه. ممكن يكون هم بعتوها مفتوحه. مفيش معلقه مفيش معلقه كنت عايزه اكل بس مش مشكله. انا والله خد شكرا. انا مش مخليك محتاج حاجه. ربنا يبارك لك. واو انت مش ممكن تفضل عايزين ساعه في الاوضه. انا لسه صورنا والله العظيم عندي ساعه احطها هنا. الساعه يا جماعه دلوقتي بالظبط 6:30 و5. انا حبيت اعرفكم الساعه كام مش اكتر يعني. حلوه قوي حلوه قوي ورقيقه وحلوه قوي بالظبط جميله قوي حبيبتي. كتير 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 كتير. ايه ده ايه ده هي بتتشحن؟ ده بتتشحن والنبي بتتشحن. انا شفتها في ال في ال في ال في ال بتقول امسك كده الروتينات الروتين بتاع ال وريهم بالتصوير وريهم بالتصوير. هي زي مساحه كده بس بتت دي اه بتتعمل كده بدي بتملاها ميه وبتبقى حلوه قوي. بصوا انت وريها الصوره وريهم الصوره هوريها لكم في الروتين يعني هوريها لكم بقى في الروتين. بصي تعمليها كده حلوه قوي على فكره دي غاليه جدا. وريها لهم في وريهم الصوره حتى تبنيها هنا وتمسحي بيها بتبقى حلوه قوي. وعلى فكره دي الرسمه اللي تتفك اه تغسليها وترجعيها تاني لو اتضايقت يعني. امسك مين لو اتضايقت؟ لو اتعكت يعني لو اللي اتضايق يجي يمسح دلوقتي واعملها تاني. اسكت بقى اسكت قلبي انا يا ناس كاتب بتاعي قلبي انا يا ناس قلبي انا يا ناس. شفتوا كمان جابت لي ايه؟ كاتب حبيبتي 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 حبيبتي. معلش اوبا ربنا يسهل. بصوا احنا ايه نقعد نشيل بقى دي نشيل دي خالص تعالى مع بعضينا كده اي قاعده اسريه ننزل بقى التليفون ده وتعالى نفتح دي. عمال معايا نزل التليفون نكون احنا فتحنا دي ماشي. ايه قربوا 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 قربوا. طب اقفلوا ورجعوا تاني عمال ما تظبطوا عشان لسه ده هياخد وقت عمال يفتح. احنا في الطريق احنا في الطريق الطريق ماشي معانا. انا عايزه اتاكد هل هي كانت جايه مفتوحه؟ معلش هو ده ملوش علاقه بفيديو الهدايا بس انا مش اللي هو انا باكل الشوكولاته كنت خدتها مني. بصوا احنا ايه؟ لو فضلت كده مش هكمل فيديو بجد. تعالى نخلي دي بعد كده. حلوه قوي. حلوه قوي. مرسى مرسى. خلاص. خرجاني ثواني تدور. بصي يا قالت لي دي بتاعت التوست دي الحاجه اللي انا عارفاها دي عشان نحط فيها التوست. شكلها حلو قوي بجد دي خشب. بصي شكلها عامله ازاي تحفه. عارفه انت لو عندك بقى اللي هي الترابيزه بتاعت الكوفي بقى وكده وتحطيها جنب حاجات الكوفي وكده وتطلعي قطعة التوست بتاعت الكيك حلوه قوي قوي حلوه قوي. تضرفه ودني احب انا احب انا البتاعه دي بتغريني بصراحه. الفيديو هيطول عليكم بقى بس انا هعمل ايه؟ معلش خد يعني خليش نفسك في حاجه. تعال 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 بسم الله كده. بسم الله. بص انا هسيب دي شويه ونشوف اللي مفتوح ونسيب اللي مش مفتوح. ده حلق تحفه تحفه.
بصوا ده الحلق، شكله حلو. لا لا بصوا ده حلق تحفة 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 يعني، مش عارفة. ثواني ثواني ثواني، ودي بتاعت السلسلة يعني قلب. قلب السلسلة. مش هتبان مش هتبان، ثواني هحطلك في ضهرك. هو ليه معرفش بيعملوا كده في التصوير، بس انا قلت كده يمكن عشان وراك الحتة لونها ابيض. شايفين ده قلب صل على النبي عليه. معلش معلش، ده قلب السلسلة وده الحلق، ده طقم. بص انا وريته لكم، بصوا شكله شكله عمره ما هيبان في التصوير. تحفه تحفه، حاجه ايه، حاجه واو، والله رهيب بجد. تحبي انت الحاجات دي قوي قوي؟ كنا شو مضمون الاكسسوار قوي. لا بس ده ايه، ده مش زي الاكسسوار العادي خالص. تحفه خواتي حبيبتي، بحب خواتي. انا عايز الخاتم ده. شوفوا هو بيوسع ويتيجي. شوفوا خليك لابسه بقى، حلو خليك لابسه، لونه حلو قوي. شوفوا بالطعم بتاعه، واو واو يعني ايه. بصوا دي اسورة ايه، دي اسورة. شو صوتي بقى صح؟ اسورة اسورة اظن ولا ايه؟ بقفلها بعدين ولا دامي. ما بعدين، بعد الفيديو منشت... بعد الفيديو بعد الفيديو. ده اسود. بص بصوا ده الخاتم جميل قوي، ودي الاسوره بتاعته. انا اظن ان هي اسوره ولا ايه صح؟ انا ما هتكلم. انا شو مش بصوا بقى الرقة دي. يا نصحة يا بنت النصحة، واو نشوة دايما انها بتركب بسلسلة مش اسورة؟ لا اسورة. شفت نصحة يا نصحة؟ والله ما حس دي سلسلة، دي دي, دي قلب سلسلة. والله والله قلب سلسلة متخلفة. ايه أوه أوه نصحة أوه. انا بص بص الحلقة ده وشياكته، انا نفسي تشوفوا شياكة الحلقة ورقته. بصوا انا مش عارفة انتوا ليه بتعملوا كده، مش عارفة. هو كده الخلفية بيضة، هيبان مش هيبان؟ مش هيبان والله، مش هيبان برضه. بصوا رقيق زيادة زيادة زيادة، تحفة تحفة تحفة، شكله قوي. مش عارفة بقى العلبة المقفولة دي ايه، يعني هي دي قلب سلسلة صح؟ قلب سلسلة. معلش انا عامل زي ايه نصحة، بس يا محمد معلش فين السلسلة؟ لا ما بصي يا محمد انا ما بحبش المعاملة دي عطر. السلسلة فين؟ مش طريقة دي. انت عندك سلسلة ايه؟ ما هي جايبة لي السلسلة المرة اللي فاتت، انا بهزر. ايه ده؟ ده بجد؟ قولي والله، قولي والله. انت اسمه ايه؟ شوكولي؟ عشان تعرف ان انا باظ. بصوا بصوا على فكره ده غالي يعني اوفر. مش غالي جدا على فكره. بصوا الطقم كله على بعضه، انا هقول لكم انا هقول لكم. بصوا الطقم على بعضه، بصوا 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 دي الاسوره بتاعته. انا مش عارفه انتوا هتشوفوها ولا لا. تحفة 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 بجد. وده كولي جالك في ملعبك الحاجات دي؟ ده غالي يعني، غالي جد يعني، اغلى يعني، مش عارفة اقول ايه. حلوة قوي. بص الرسمة، بص الرسمة، فظيع 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 فظيع. ايوه نعم حلو. الطقم كله بالحلقة حطوا لا ده ما يتفتحش كده. لا مش عارفه اقول ايه والله، مش عارفه اقول ايه بجد. الابيض ده مع الابيض، ما هو ده تبعه. اظن ده تبعه صح؟ ايوه تحفه قوي. طولت عليكم طولت عليكم، معلش معلش معلش، بس انا يعني منبهره. انا منبهره جدا، انا عايزه اقفل الفيديو اخش البس. الحمد لله عندي مناسبه النهارده. ليه؟ معناه ان المناسبه النهارده مش موجوده بقى.
انا العيله دي بتبي يعني بتحسسني بروح نفسيه والله. الحمد لله الحمد لله حبكم جميعا. مش بقولها هنقوم نقفل الفيديو ونرجع تاني. لا بقى لا الحاجات دي تخصصي انا. خدي عارفه مش حرمك من حاجه والله يا بنتي. انت قسما بالله ما بتبص ما بتاكل فرحانه انا بتبسط. اي والله والله بجد. يا لهوي يا لهوي. ام احمد اللي عارفه انك بتحب الخواتم ايه؟ ما مش عارف. شوفي انت شايفين رسمته؟ انا عايزه البسه هنا. البسهم كلهم ملاش في ايدي. لا ما هو عشان يبين. ثواني بصوا ده بتاع ده. بصوا انا هلبس لكم ده هنا. بصوا شايفين شياكته؟ والله يا ام احمد انت عتقتني من ال من الخواتم دي. ده كل ما نخرج نشوى تقف قدام العربيه. طب عمرك جبت من دول؟ ما بقول اهو العربيه اللي في الشارع. عربيه ايه؟ ام 3 ونص. لا مش بتاعت ونص. ب 4 جنيه. تحفه تحفه تحفه. يا لا بصوا ده. بصوا ده حلو قوي. على على شكل فستان. بصوا شايفينه؟ هنشيل ده عشان ايه؟ بصوا شايفينه؟ بس ده. طب والله لازم حلو. حلو قوي حلو قوي قوي قوي. هلبس النهارده. هلبس ده النهارده؟ لا انا هلبس طقم الكولي ده. طقم الغالي بقى. حلو حلو قوي. ليه على الطقم؟ ما كنت بعتيه حضرتك قبل ما البس الطقم اللي انا لابساه ده. ما هوش طريقه برضه. اهو كده كده لايقه على اللي انا لابساه. صح؟ اه والله بجد. ليه؟ ما ينفعش كده. كنت بتجيبيه بدري شويه يعني. مش عارفه ان انا هلبس الطقم ده النهارده. سلسل حلوة قوي. القلب جوه. سوري قلب ايه اللي جوه؟ قلب اهو. قلب ايه اللي جوه؟ اه بص بص دي برضه هتبقى لايقه على الطقم اللي انا لابسه. حلوه؟ حلوة قوي. محمد ما هيسك خواتم وحاجات من مدلعاني. هي مدلعاني. حدش دلعني على فكره غيرها. عمري ما حد دلعني. اللي انت بتحب النشوه جدا. ونشوه والله بتعيش. والله العظيم وانا اقسم بالله وانا بحبها قوي 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 قوي. طبعا كلكم بتقولوا بحبها عشان الهدايا. والله ما حصل. اه طبعا ما بحبهاش الهدايا كله. بس يعني انا بحبها اصلا من غير حاجه. بس دي حلوه قوي. وريهالكم عليا. سيبها سيبها. حلوة قوي. مش هتبان في التصوير. باينة؟ باينة؟ اه باينة. حلوة؟ سيبها. حلوة. يا لهوي على الحلقة الهندي يا ناس. بص الحلقة الهندي ده. انت عارف ان هو هندي ازاي؟ هو هندي صح؟ هندي اه. بص بص انا نفسي تشوفه نفسي تشوفه. ما يبقاش اوبشن تيجي تشوفوا الحاجة وترجعوا تاني. حلوة قوي الحلقة ده قوي. حلوة قوي. مفيش حاجه وحشه. ما بتجيبش حاجه غلط. ده ذوقها عالي بجد يعني. انا لو ذوقها جامد. ذوقها جامد 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 جامد. بص ده. شوفوا الرقه. شوفوا رقيق جدا جدا. رقيق قوي قوي قوي. انا اقول ايه طيب؟ انا اقول ايه؟ الله. انا اقول ايه؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. بجد بجد انت نعمه من عند ربنا والله. يبعتها لي. بس حضرتك إيه؟ انت لازم توضحي لنا ده ايه. والله العظيم قلب سلسله. طب قلب سلسله ما يا بنت. لا ما هو ما معروفه هي النشوه. سلسله صغيره تتلبس يربك على قد الرقبه ودي تلاقيها خارجه. هكلمها دلوقتي على الواتس وهزعلي. تقولي برضو مش عارفاها. معلش شفت النصحه. لبس دي طيب. دي ده مثل عندك. انت قدامك حاجه يا نشوه ما شاء الله شكلها هي الخلاصه. كله حلو. الله يكون احلى من بعض. كل حاجه حلوه. كان كده. اه مع القهوه بقى مع فنجان القهوة. والله العظيم متوصياه بي اقسم بالله. الطقم ده حلو قوي. الله يا ناس على الرقه يا ناس. الله استنوا استنوا هوريكم حاجه. انا عمري ما شفت كانك اتغطى بصراحه. مش عارفه انتوا عندكم الاوبشن ده ولا انا اول مره اشوفه. بص ده غطى؟ اه شفتوا دي رقيقة قوي قوي قوي. اهو الطقم ده ما تقدميه كده في التصوير. بص ده
جامدة جامدة، نفس فكرة البراد جامدة حلوة قوي. جا فكرة التقديم حلوة قوي، للتقديم حلوة قوي قوي قوي. عينو عندك حطه. واخر حاجة في الكرتونة دي، يعني في الكراتين اللي كلها اخر حاجة خدي يا بنتي بيه عشان ركشي دعوة شو صوبة. يعني ميزه الاكياس دي التشويق، اللي هو كله الوقت قاعد بيخمن العلبه دي فيها ايه، العلبه دي فيها ايه، انا بخمن معاكم برضه. بص انا هعملها كده عشان انا ايه بالصلاه على النبي عليه. واو انت عارف كل نفسي في التليفون، نفسي في موبايل. بص بالصلاه على النبي. بص ما شاء الله تحفه تحفه تحفه. افتح كده، ما هو الناس كده الفيديو هيطول عليهم والله. ماشي مشكلة، ابو يعني مش عارفة اقول لكم ايه. من ناحية واحدة، لا ده درج لازم تفتح من ناحيتين. ثواني. اهو خلاص، بسم الله سموا كده بالله كده ونطلع على النبي بالنبي. بسم الله ما شاء الله. اتفضلي الصلاة على النبي. نشو ده من اللي جنبه داير. اوه يا بنت الايه ده، صلى على النبي. والله العظيم هتتهبل على التليفون ده، بس غالي جدا بجد والله جدا. عايز لا لا بس 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 يا جماعه النشوة على الهواء بتديني ده هديه. والله ما يغلى عليك، اقسم بالله ما يغلى عليك. لا والله والله يا ام احمد مش هتزعل، والله والله ما يغلى عليك. بس يا بنت والله بتكلم بجد، والله انا وانت واحد. حلو قوي صح؟ والله جميل. والله ما يغلى عليك، والله لازم يغلى عليك. مش انا قدام كده انا اتعزم على والسماعه الحمد لله انا بشتري سماعات كتير قوي. فين شو ده اللي هو الحرف داير؟ ايوه صلى على النبي بقى، صلى على النبي. طب انت منبهر انبهار زياده عن اللزوم، فنصلي على النبي وتسكت. انبهارك يقلق. انا قلبي مش مستحلك. انبهارك قلب بحسد كده صح؟ ايوه مبارك قلب بحسن. لا لا بجد بجد جميل قوي 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 قوي، حلو قوي. بص بقى يعني شوفوا التليفون كام ودانها عندي السماعه. نشوه كل 3 ايام بالظبط عايزه السماعه من دي. بصوا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، تحفه 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 والله. حرف التعب انت بتحبيه؟ ايوه اللي كان نفسي فيه. ايه هي بتعرف منين انا نفسي فيه؟ لازم اكون عايشه معاكوا عارفه. ايه بتحبني بتحبني قوي 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 قوي. مالك يا علي؟ والله مبسوط ليك فتحت. لا بتفتحه ليه حضرتك بقى؟ لا معلش معلش حضرتك حضرتك معلش معلش افتحه انا عامه عشان ايه الفيديو كده طالع الناس ما لهمش ذنبي يعني بانبهاري وافورتي. انا والله يا جماعه بفرح معاكم وبحب افرح معاكم، ده بالنسبه لحبايبي ومتابعيني اللي ربنا يخليهم لي. انا بفرح انا بفرح معاكم بجد. انا بحب افرح معاكم وبوريكم الحاجه دي عشان انا فرحانه فبفرحكم بيها. انا عارفه انكم بتفرحوا لي وعارفه انكم بتحبوني وكلكم بتكتبوا لي في الكومنتات احلى كلام في الدنيا، ففعلا ربنا يخليكوا لي. ده بالنسبه لحبايبي. ام احمد بقى انا لو قعدت اقول لك ربنا يخليك ليا العمر كله، انا كل الناس بتحسدك عليا. بت ايه بتحسدك بتحسدني عليكي صح؟ هو المهم كل الناس شايفينك يعني كتير عليا. فعلا 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 ربنا يخليك ليا يا رب، ولا يحرمني منك ابدا. التليفون بيتهز ومش عارفه اقول لك انا كل الحاجات الحلوه دي، بس مهما اقول لك حتى غير الحاجات دي انا عارفه انت بتحبني قد ايه وانا بحبك قد ايه، فربنا يخليك ليا وبس. والتليفون هفتحه بقى واظبطه وابقى ارجع لكم ان شاء الله في فيديو تاني. عربيه هو اعربه ازاي؟ من العرب اللي هو ازاي؟ خلي العرب. ماشي نرجع بقى ايه عشان بس ما بينش. بص بص يعني كل حاجه احلى من الثانيه، بس احنا هنختمها معاكم برضو عشان انا ما بقاش مقصره معاكم في حاجه يعني عشان انا ايه. هتاكلي برضو؟ دي راحه بقى مين؟ بقي بقي. لو كنت باكلها كنت خدت. يلا باي باي، بحبكم قوي. ألف سلامة يا جماعة.
دي للحبايبي، دي لام احمد كبير قوي قوي قوي، دي لام احمد. باي باي. سلام يا جماعه. في الفيديو ادوها فرصه.